السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في، التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. حصريا كما راكم تشوفوا، يا ريشان تنقل الى مقر الفاف اول امس يعني من اجل ايجاد حل نهائي لمشكل عدم تاهيل بعض اللاعبين، خصوصا بعد تصريحه بان المشكل لم يكن اطلاقا من طرف اداره النادي. كان الرئيس يزيد يا ريشان على موعد مع تنقل الى مقر الفاف بدال ابراهيم صبيحه اول امس الاثنين، وهذا من اجل الحديث مع القائمين عليها على الهيئه الكرويه العليا. وهذا طبعا بعد ان اكد لنا فيما مضى بانه تلقى يعني ضمانات من طرف رئيس الفاف جهيد زفيزف بانه سيعمل المستحيل لحل القضيه، خاصه وان الامر يتعلق بتمثيل الالوان الوطنيه في اكبر منافسه قاريه. يا ريشان وحمدي في حديث جانبي قبل بداية المواجهة، يعني انفرد الرئيس يزيد ياريشان بين مدرب ميلود حمدي ودار بينهما حديث جانبي مطول، ويكون الرئيس القبائلي قد تحدث مع مدربه بخصوص آخر مستجدات تأهيله وإنهاء هذه القضية بشكل كلي، بالإضافة إلى المباراة التي لعبت أمس، أين طلب منه أن ينصح اللاعبين بتواخي الحذر وتفادي المغامرة أمام فريق كان سيرمي بكل ثقله. صراحة نتمنى إن شاء الله توفيق لشبيبة القبائل. لايك الفيديو، أبوني في القناة، ونظن بلي الأمر تاع البارح، خليونا تعليقاتكم.